سلوك الإنسان مرهون بالفكرة التي تسكن رأسه وتموج في قلبه، ومن هنا تأتي أهمية التلقي ومصادره ومحتوياته، لأن الفكرة ليست ثابتة بل متغيرة وتتأثر بما تلقح. كلمة قد تغير مجرى حياة، ومشهد صغير ربما يعصف بحياة الشاب أو الشابة كلها. إنه ظلام الفكر الخانق يأتي من الثقوب السود ليسحب النواصي الغافلة والمغفلة والمغفول عنها ويطمس وجودها. كيف تتنكر لمعتقدها المعتدل؟ كيف تعض الكفة التي ربتها؟ كيف تطعن خاصرة الوطن الذي عاشت في ظله وبين مرابعه وتغذت بلبانه؟ الشجرة لا تتألم من ضربة الفأس بقدر ألمها من كون خشبة الفأس من صلب جذعها. وإذا كانت خطورة الفكر الضال كبيرة على الشباب حيث يتحولون إلى أدوات في أيدي أعداء الأمة والوطن، فإنه أشد خطورة على الفتيات اللاتي يترقب أن يكن أمهات الجيل ومساندات لإخوتهن الشباب ليكونوا أعمدة البناء لوطن طموح وأمة مجيدة. الحرب على الإرهاب الفكري والانحراف الخلقي يجب أن تستمر حتى يتم اجتثاثه من جذوره بإذن الله تعالى. ودمت يا وطن الخير بأمن وأمان. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.